السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعنا الكرام عبر تردد 97 FM. سلطان، مساك الله بالخير. الله يمسيك بالخير يا أبو علي، حياكم الله مشاهدينا في حلقتنا اليوم، مواضيع متنوعة وضيوف متميزين إلى جانب سلسلة من التقارير التي تواكب أبرز الأحداث والفعاليات في الدولة. في البداية استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بجمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد. وفي بداية المقابلة نقل سعادة وزير الخارجية المصري تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أخيه سمو أمير البلاد المفدى وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء. ومن جانبه حمل سمو الأمير المفدى سعادة وزير الخارجية المصري تحياته لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتمنياته لفخامته بدوام التوفيق والنجاح وللشعب المصري الشقيق بموصول التقدم والازدهار. كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه تعزيزها، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. نعم يا فهد، كما استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم كل من سعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية وسعادة السيد جون هيلي وزير الدفاع في المملكة المتحدة الصديقة والوفد المرافق لهما بمناسبة زيارتهم للبلاد. وجرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين وآفاق تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. حضر المقابلة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. شهد مطار حمد الدولي نموا ملحوظا في أدائه التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2024، حيث ازدادت حركة المسافرين بنسبة 25%. نتابع التفاصيل. شهد مطار حمد الدولي نمواً ملحوظاً في أدائه التشغيلي خلال النصف الأول من عام 2024، وازدادت حركة المسافرين بنسبة 25% فيما سجل نمواً في حركة الطائرات، كما وارتفع حجم عمليات الشحن الجوي لديه بنسبة قدرها 12%، وذلك بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2023. واستقبل مطار حمد الدولي أكثر من 25 مليون مسافر خلال النصف الأول من عام 2024 بزيادة قدرها 25% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023. وقام مطار حمد الدولي بتعزيز شبكة وجهاته هذا العام عبر إضافة شركاء جدد من شركات الطيران، والتي شملت الخطوط الجوية اليابانية وجارودا إندونيسيا وخطوط جنوب الصين الجوية وطيران أكاسا الهندية، وتضاف إلى ذلك طيران إيبيريا وخطوط زيامن الجوية الصينية وطيران فيستارا الهندية التي انضمت إلى شبكة المطار في أواخر العام الماضي. مشاهدينا الكرام، اختتمت جمعية الكشافة والمرشدات القطرية مشاركتهما في المخيم الكشفي الأوروبي الذي أقيم في مقاطعة كفاليدا الإسبانية منتصف يوليو، وشارك مجموعة من كشافة قطر في كافة فعاليات المخيم التي شملت برامج وأنشطة تعليمية وتراثية وثقافية وغيرها. يا فهد. نعم يا سلطان، وللحديث عن مشاركة الكشافة في المعسكر الأوروبي يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو كل من السيد قانم الكواري رئيس الوفد الكشفي القطري وعدد من المشاركين في المخيم الكشفي الأوروبي جاسم محمد الصلاحي وجعيثن مبارك الدوسري
وحجاب منصور الدوسري. يا مرحبا ومساء بكم معانا والحمد لله على السلامة وبيض الله وجهكم. وجهك أبيض الله يسلمكم إن شاء الله. يا مرحبا فيكم في المشاهدين الكرام. الله يجزاك خير. في البداية عرفنا عن هذه المشاركة وأهميتها بالنسبة لكم في جمعية الكشافة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه المشاركة موضوعة في الخطة السنوية للجمعية، والجمعية الكشافة تحرص أنها تنوع في المشاركات على الصعيد الخليجي العربي الدولي، فهذه من ضمن الدعوات اللي جاتنا وحطيناها في البرنامج. نعم. يعني هي تجربة بالنسبة لنا، هذا المخيم أول مرة نشارك فيه، على شاركنا في دولية أخرى لكن في إسبانيا في هذا المخيم أول مرة، وكنا نبي نتعرف على ثقافة هالشعوب، نبي نتعرف على البرامج اللي عندهم والأنشطة اللي عندهم، والحمد لله رب العالمين يعني توفقنا. بيض الله وجهك، أكيد موجود أنت ما يحتاج. الله يبارك سيف المجرد. خلنا نبدأ مع الشباب. من اليمين أخاف ولد المحامي أبوي يرفع لنا قضية. جعيثن ما يمر عليك ظالم، عطنا في البداية عن بدايتك في الكشافة وشلون شفت المشاركة الدولية. بدايتي في الكشافة أصلا بديت في الابتدائي، شاركت في فريق الكشفي اللي عندنا في المدرسة ما شاء الله، ومع الوقت شويشة بديت أني أتكون لي اسم في جمعية الكشافة، لين ما رشحوني وقمت أسافر معهم في المعسكرات الدولية. ما شاء الله عليك من صغرك ما شاء الله. الحمد لله. قل لنا عن بدايتك مع الكشافة القطرية. طبعا بدايتي في الكشافة كانت في المرحلة الإعدادية. طبعا يوم بديت في الكشافة أنا ما كنت متقبل الفكرة صراحة، ولكن عقب ما حضرت الورشات في المدرسة عن الكشافة حبيت الكشافة، وكانت بدايتي في معسكر مقدام اللي أقيم في الدوحة، وكانت بداية انطلاقتي في الكشافة. الحمد ما شاء الله عليك. الله يوفقك حجاب. آمين إن شاء الله. عندك؟ عندي؟ عندي يلا يلا عندي قل لنا عن بدايتك، وقل لنا إيش يعني إيش كان عملك معاهم في الكشافة أنت وربعك؟ أول شيء من ناحية بدايتي في الكشافة كانت بدايتي بداية يعني الحمد لله جيدة، كانت مع فريق المدرسة الكشفي. نعم. في البداية مثل الحجاب كنت تقريبا ما كنت متقبل فكرة الكشافة. نعم. لكن كان جتني نصايح من أساتذة مادة التربية البدنية. نعم. وقالوا لي إن الكشافة فرقة جيدة ويعني نشاط ممتاز، فمع الوقت صرت أشارك في المعسكرات التي أقيمت في جمعية الكشافة، وأيضا في معسكر مقدام الخدمة الوطنية، ومع الوقت صار لي اسم ايضا في الكشافه، وصرت ارشح اني اسافر الدول الخارجيه والدوليه. ما شاء الله بيض الله وجهكم، والله انتم خير من يمثلنا الان، يعني مثلتوا هالقطر كلهم مو بانفسكم ولا اساميكم فقط. أيه. والكشافه له من اسمه نصيب، تكتشف امور كثيره. فعلا. نرجع حق الاستاذ غانم. استاذ غانم يعني ما يحتاج العارف لا يعرف، ولكن الان نبغى نعرف عيالنا ايش مشاركتهم، ايش الانشطه اللي كانت موجوده في اسبانيا. طبعا المشاركه فيها انشطه توعويه، أنشطة ترفيهية، أنشطة المغامرات مشكلة، والأهم من هذا كله التعارف على مجموعة من دول مختلفة من أوروبا. يعني إحنا المخيم هذا تقريبا وصل عدد المشاركين في 8000 ما شاء الله مشارك. إيه تقريبا في من 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 إسبانيا أغلب المقاطعات جايين فرقتين وثلاث وأربع. نعم. وتقريبا 9 دول من الدول الإسكندنافية أو اللي حواليهم، الدنمارك، بلغاريا، هنغاريا، النرويج، فجايين مجموعات ثقافات متنوعة. ثقافات متنوعة، فكانوا يجون يمكن الشباب بعد هم اللي قاعدين يعرفونهم، يسألون عن قطر، يشرحون لهم عن قطر، وكل واحد يتعرف. اللي أعرفه أنا أن أغلب الشباب في هذا المخيم اطلعوا بمجموعة من الأصدقاء من مختلف الدول هذه، وهذه ميزة متراسلين معاهم، والحين وسائل التواصل سهلة سهلة يعني. سهلة. فالحمد لله يعني توفقنا في كثير من الأنشطة، شفنا بعض البرامج والأنشطة اللي هي يعني رايحين كقادة بعد معهم نتبادل الخبرات ونستفيد. نعم. من بعض الأنشطة إن شاء الله ندخلها معنا في الأنشطة المحلية عندنا ما شاء الله. ما شاء الله بدنا. زين جعيتن شل الأنشطة اللي سويتها هناك في المخيم؟ وفي عديد من الأنشطة، بس راح أذكر النشاط اللي أكثر شيء جذبني. نعم. في نشاط كانوا يخلونا إن الوفد القطري مع باقي الوفود إن نتبادل مع بعض، إن كل شخص من وفد القطري يروح مع حد من دولة أخرى. نعم. فمن خلال هذه اللعبة كان معطينا ورقة ولازم نحل فيها قضية قتل، فمن خلال هالورقة أنه لازم ندور أدلة مع الناس اللي معانا. يعني اشتغلت محقق. إيه.
وبعد في نفس الوقت نقدر نأخذ لعبة كونان. لعبة كونان ايوه. وبعد بس اساس ننمي عنده مهارات التفكير ممتاز والقيادة والمشورة والتعاون تفتح الافاق عندهم المدارك. خاص بعد انه في اللعبة نقدر ناخذ ادلة من الفرق الاخرى انه نقدر احنا بعد نكتسب من اللي عندهم انه شلون احنا نعرف شلون نقدر نفوز بدونهم. اي ما شاء الله عليكم والله يعني فكرة ممتازة. احجاب يعني هو قال لك هذا اللي جذبه يمكن هو عنده نوع من انواع التحقيق المعرفة اشياء كثيرة ولكن انت يا احجاب يعني تضحك ها منصور خله ما يحتاج بعدين منجيه لكن الحين انت احجاب جدولكم مزدحم من الصبح لين الليل ولا في اختلاف؟ عطني يعني الجدول اللي تمشون عليه. طبعا احنا جدولنا كان كل يوم يختلف عن اليوم اللي قبل لكن بعض الاشياء كانت تكون متشابهة. يعني احنا الجدول كان عندنا فريق كنا منقسمين على فريق كانوا يوزعون الفرقة على ارقام احنا كنا فريق 19 و20 احنا كنا كل يوم مع هالفريق فكوننا صداقات معهم. احنا الانشطة اللي سويناها كانت انشطة كثيرة يعني لكن من احسن الانشطة اللي هو اعطونا ورش على الاسعافات الاولية وتدخل طائرة الهليكوبتر في الحالات الخطرة ما شاء الله. ونفس اللي قاله جايث اللي هو لعبة البحث عن جريمة هذه واللي هو بداية القطاع العسكري في اسبانيا الى اللي وصل لهذا الحال. هذه جميع الانشطة اللي كنا نسويها يوميا ما شاء الله. وجهك جاسم في يعني في شيء مختلف عن اللي قالوا الشباب ولا تدور جريمه بعد نبي نطلع شوي عن الشباب صراحه ما قصروا ذكروا تقريبا نصف الانشطه اللي مارسناها زي. ولكن من اكثر الانشطه اللي انا حبيتها وهذا هو سؤالنا لاحظت انها اثرت عليهم لما علمناهم لعبتنا التراثيه اللي هي لعبه طاق طاق طاقيه اوكي ماشي. وكان من يعني من افكار زميلي جعيثن هو اول يعني من اقترح ان نسوي هاللعبه وكانت غير متوقعاتنا احنا ما توقعنا انهم يتقبلونها ويحبونها لكن لا لدرجه انهم صاروا يجون عندنا يبون نلعب معاهم. نعم شلون كان يعني الوفود الموجودين يعني معاكم ما شاء الله المخيم فيه 8000 تقريبا قريب 8000 تقريبا مشارك يعني فبتطلع انت نفس ما نشوف هذه الاعلان موجوده المشاركه معاكم هولندا وبلجيكا واندورا نشوف علم اندورا ونشوف فرنسا وايطاليا ونشوف علمنا الادعم ونشوف هذه الصور الجميله اللي هات لنا حجاب ما شاء الله تسوون عجره هنا ها الحين ايش تسوون هنا بالضبط في هذه الصوره؟ لا احنا هنا كنا حاطين نفس الاعمده عشان نركب عليها الليتات حقت المخيم لان في الليل كان يكون ظلام فنحتاج ان احنا تحتاجون ممتاز يعني انتم اللي تسوون كل شيء اي لا احنا نسوي كل شيء وهنا رمادين شنو هذه الجلته؟ سولفوا عن الصور اللي تطلع هذه نتكلم مع الوفود الاخرى عن قطر هاي يعني انت تشرحون لهم على كنا نشرح لهم عن تاريخ قطر كنا نشرح لهم عن العادات والتقاليد لان كانوا الوفد دائما يجون عندنا انه على اساس يتعلمون شو اللي عندنا. نعم وهل عرفوا اول ما جيتوا لهم عرفوا يعني احنا قطر ابهرنا العالم ولله الحمد يعني في كاس العالم وايضا في هاي واحد من عيالنا هذا شباب هم لابسين قطر عقال وملابس تراثيه يجون يلبسونهم يصورونهم الهويه الثقافه القطريه يعني توريها للغرب يعني سواء كان بالملبوس ولا من ساعه تكلموا الشباب على الالعاب الشعبيه هذه ايضا هني وشو هذه؟ هذه احنا كنا لابسين جاكيتات احنا هناك عند الكشافه تقريبا هذه عاده في جميع الكشافه نعم. ان نبدل نفس الشعارات شعار دوله قطر بدله مع شعار دوله اسبانيا فكنا مجمعين نفس الشعارات وحاطينهم على نفس الجاكيت ونلبسه وانت كل ما تلبس جاكيت يكون عليه شعارات اكثر يبين خبرتك في الكشافه او ممتاز. ان انت مطول في الكشافه اي يعني حس على عدد المشاركات تفضل يا سلطان جاسم ما شاء الله يعني انا اشوف انه يعني بعد كاس العالم خلينا نتكلم بشكل يعني اوضح ان هناك قبول من الغرب من الشرق من كل العالم من ومعرفة قطر قطري يعني يقول لك ايوه تعال قول لي علمني وشلون هذا وشلون كاس العالم وشلون قدرتوا تنظمون وقول لنا علماكن السياحه وعلمونا عاداتكم وتقاليدكم شلون كانت رده فعلك لما الناس تجيك تبي تعرف هذا الشيء عن بلدك يعني بل اول شيء هاي كان من اكثر الشيء يعني اللي انا فرحت فيه لان الناس يعرفون الاشياء اللي صارت في بلدنا قطر الحبيبه اوكي فجاءوا فعلا جاءوا عديد من الناس سالوني شلون انتم قدرتوا تنظمون كاس العالم ملايين الناس يجونكم شلون سويتوا هاي احنا قعدنا نسولف معاهم علمناهم لدرجه ان بعضهم قاعد يسالون عن الاسلام بعضهم قاعد يسالون نعم. عن تفاصيل نعم. اخ زملائي جعيث انه حجاب ما قصروا معاهم بعد الله وجهكم يستاهلون بس طلع واحد يشبهك سلطان لبسنا قطعه طلع يشبهني وانا صغير غانم يمكن الشباب تكلموا انا والله ما ابي اروح عن هذه الصوره طيب يعلقون عليها
ابغيكم تعلقون على كل صوره تطلع تتكلمون عنها، وبعدين بوجه سؤال لحق غانم. تكلموا هاي وشو؟ طبعا هذه كانت ورشه الاسعافات الاوليه، وهني كانوا يعلمونا شلون ان احنا لو صارت حاله نقدر نشيلها بالحمام نغل المصاب. وهذه صوره جماعيه، كنا لابسين زي الرسمي اللي ممتاز. اصلا ابهرهم إيه؟ يعني كنا كل يوم ويوم كنا نبدل الازياء. رجعنا، هذه شفناها اللي في البدايه. انزين إيه؟ غانم، يمكن الشباب اللي انا لاحظته من كلامهم واللي شفته من الصور، هذه وش هي هذه؟ هذه اصلا هذه كان يوم نمشي نروح للبحيره، نتجول في الغابه، جسر كنا واقفين على جسر. نعم. تاخذون صور تذكاريه. زين غانم، اللي استشفيته من الشباب الثقافه القطريه والهويه، ودوا قطره ودوا عقال، ايضا في الالعاب الشعبيه، رين رين يا جرس، طق طق طقيه، هاي كلها وصلوها هناك. هل من ضمن المشاركات تبادل الثقافات بين البلدان، سواء كانت يعني العاب ولبس واكل والى غيره؟ يعني القهوه العربيه كل الدلال موجوده بعدي بعدي وكل من جاء قال عربي كوفي، عربي يردوا يروحون يردون عربي كوفي، والشاي الاحمر والفواله وكل والتمر، تمر بعضهم اول مره يقول لك شنو هذه، مترددين القدوع، يقول لها قدوع، يوم يخافون اللي اخذوه استطعم يجي مره ثانيه، يجي مره ثانيه. نعم، يحبونهم يجربون الاشياء. ها اي يقول لك شنو هذا، يعني نقول لهم فروت، يعني شكله بالنسبه لهم اول مره يشوفونه. صحيح. فالشباب ما شاء الله عليهم يطلع من النت ويروي صوره الانخله ويقول له هذه الحجاره وهذه الامور هذه. ممتاز. بس الثقافه، يعني هل هو نشاط من الانشطه؟ هو النشاط هذا يعتبر يعني مش النشاط الرئيسي. نعم. ولكن في اوقات يسمونها اوقات البريك او وقت الفراغ، في فترة الاستراحة زيارات بين وبين بعض. ممتاز. فيونك تعرفون عليك، لأن احنا الدولة العربية الوحيدة. ما شاء الله، الدولة العربية الوحيدة فقط. العربية الوحيدة هنا. نعم. غانم، سافرت أنا الحمد لله كثيرة، قعدت فترة طويلة في إسبانيا، فيهم أشياء يعني قريبة منا احنا كعرب، يعني من عادات تلاحظ أنه يعني في بعضهم يجيك يعني يقدم المساعدة، هم في طبعهم هم الاسبان، يعني في المشاركات العالميه والمحافل العالميه يتبادل خبرات معك اذا كانت يعني البطوله فيها تبادل خبرات، يعني شو يحب يتعرف ويسال وكيف هذا. يعني احنا كنا قاعدين في بعض المناطق هناك ودلان قال من درى ان احنا عرب، يقول لنا ترى في هناك مسجد، في هناك ناس من العرب، في ناس عايشين معانا يعني اصولهم مغربيه، فكان يعني تبادل معاهم في الثقافات، مشاركتهم المعلومات كشعب، يعني نتكلم عن الإسبان بشكل خاص، يعني يعني مرحبين فيها. أيضا هم من أكثر الناس أيضا مناصرين الآن معنا، وأول الدول اللي اعترفت بالقضية الفلسطينية واعترفت بدولة إسرائيل. صحيح. يعني صحيح. دولة يعني فيها ثقافة كبيرة، فيها معالم سياحية، فيها الكثير من الـ يعني من الطبيعة الجميلة، من المشاركات فيها الكثير والكثير. يعني لمسنا هذا الشيء فيهم، اول شيء شعب ودود وخدوم فعلا، احنا لمسنا، واذا يقدر يقدم لك خدمه يقدمها لك بدون تردد، اذا ما يقدر يقول لك سوري يعني انا ما اقدر. ممتاز. لمسناه هناك يعني الاثار الاسلاميه ولا. نعم. محافظين عليها يعني. نعم. صح. ويرجعون يقول لك هذا ايام المسلمين وما في يعني احنا الدوله الوحيده يمكن المسلمه هناك كدولة عربية ومسلمين. الأكل الحلال حاطين لنا على طبعا زين، نحن مسلمين الحمد لله، اللهم لك الحمد، لنا مكان أكل حلال، اللهم لك الحمد، اللهم أكلنا لك الحمد. أكلنا، يقول لك ليجيت، قلت حلال فيك، طبعا عندنا كل واحد عنده مثل السيم كارد تعريفي بالذي. نعم. حلال، عارفين مكاننا. ممتاز. اللي عنده مثلا حساسية من أكل معين ولا شيء مسجل حاطين له سكشن خاص. جميل. بروحة. ما شاء الله. عنده التحسس من أكل معين ولا شيء، هذا هو. فإحنا الحمد لله يعني نروح ولا فيها مضايقات ولا فيها أي حاجة. لدرجة أن حتى مو بالطلاب، الطلاب يمكن أول يوم يومين كانوا متخوفين. بعدين بدأوا يجون وكل واحد ينادي ربعه، والله ان مخيمنا ما يفضى 24 ساعة، ما يفضى. قاموا الغاده والمشرفين والمسؤولين غاده المخيم كلهم 24 ساعه، كل بريك كل استراحه تجمعون. قاعدين عندنا. والله مو عشانكم موجودين يا غانم وانتم عيالي، بيض الله وجيكم، ترى انتم مثلتوا قطر خير تمثيل. الان ما راح يقولون والله جعيذن ولا حجاب ولا جاسم. صحيح. ولا غانم، بيقولون قطر، مخيم قطر، يعني شعب قطر. انتم مثلتونا خير تمثيل. الحين قعدت هذه المدة وأكيد تعرفت على ناس مجموعة. أيوة. وهذه الاستفادة جعيثن. أول شيء استفاد إن شلون أقدر أتصرف مع
مع العالم، خاصة الشعب الإسباني مو بأغلبيتهم يعرفون اللغة الإنجليزية. ممتاز صح. فتعلمت إن شلون على الأقل بلغة الإشارة أو إن شلون أعرف أتواصل معهم. في أشياء بلغة المهنة تتعامل معها. صحيح. وبعد اكتسبت إن من هناك من خبرتي شلون أستخدم خريطة، لأن كان أصلا عندنا فعالية إن ندور في الغابة وعندنا خريطة ولازم نخلص هالمهام. قراءة يسمونها الدلالة. قراءة الخرائط يعني اتجاهات. الحمد لله إن كانت موجودة الخريطة وعرفت شلون أستخدمها بدل ما أستخدم جوجل ماب. ممتاز والله هاي ميزة. طيب أنا يعني أنت توني جاي، كانت عندي رحلة بعد نفس شيء استكشاف. برجع حق رحلتك. أبي أعرف في إشارات على الشير ولا لا؟ في إشارات على الشير عندكم ولا لا؟ في العلامات البيضة والخضراء. في وبعد في حمراء. تمام، هاي معلومة جديدة بيعلمك. أيوة فيها. أنا أخذ رأم الوقت. يلا توكل داهمنا حجاب. أنت ما شاء الله الجاكيت عندك كم ميداليات وايد، يعني شاركت كثير. اللي استفدت من هذه بحكم أن احنا الدولة العربية المسلمة الوحيدة من ضمن الدول المشاركة. طبعا استفدت أشياء كثيرة ولكني راح أذكر البعض منها. أول شيء هو الاعتماد على النفس، يعني شلون أنا في هالعمر أقدر أسافر وأروح بمكان برا بعيد عن الأهل، واني كنت في الدوحه معتمد اعتماد كلي على اني اطلع واعتمد على نفسي فقط. ممتاز. ثاني شيء التواصل مع الناس. انا لو جيت اقارن نفسي بين الحين وسفره السنه اللي فاتت اللي في كوريا، كنت صرت اعرف اتعامل مع الناس، يعني حتى بعض المرات هم ما يتكلمون انجليزي صرنا لازم نستخدم لغه الاشاره. بعد نعم. لازم تدبر نفسك شوي عشان بس تقدر تاخذ اللي تبيه. ما شاء الله عليك. فهذه من الاشياء اللي تعلمتها الحمد لله. الحمد لله الله يبيض وجهك. اي والله. جاسم نور، نبي نعرف هالاشارات. انا سألتها بس إن السؤال الحين تغلك. واللي استفدته مرة واحدة. واللي استفدته يعني في من السفرة هذه كاملة، شو اللي استفدته بالضبط؟ أوكي، في البداية في مثل ما قال حجاب العديد من الأشياء اللي استفدتها، بس بذكر بعض منها. أول شيء ودائما الاعتماد على النفس. أنا كنت إنسان برا الكشافة ما كنت أعتمد على نفسي، لين لما دخلت عالم الكشافة حسيت ان الاعتماد على النفس اول شيء لازم الكشاف يكون يعرفه وملتزم فيه. ما شاء الله. ثاني شيء الالتزام بالوقت، احنا عندنا لازم نكون جاهزين في هذا الوقت عشان بننطلق في هذا الوقت. طبعا الحمد لله كنا من الفرق المتميزة في جميع النشاطات نحضرها والالتزام في الوقت. ثالث شيء الترتيب والنظافة، كان اهم شيء عندنا الترتيب. يجون الناس ويطلعون المكان نظيف، يطلعون النظفة، وهم دائما يساعدوننا حتى ينظفون. نعم. فصراحة كانت من أحسن التجارب اللي جربتها. رسائل غير مباشرة توجهها للغرب بحكم النظافة والعمل الجماعي. نعم. إنهم ينظفون كل شيء، قال لكم قاموا يساعدونا. صحيح. وصلت رسالة وخلتهم أيضا يندرجون بالضبط. إن شاء الله الخطط المستقبلية أستاذ غانم. الخطط المستقبلية مستقبل غريب إن شاء الله، تاريخ 8/8 بعد في وفد ومجموعه من الشباب اللي موجودين هنا. تبسموا لهنا قبل نصيب. في فريق رايح صلاله ان شاء الله بيشارك في المخيم الخليجي في سلطنه عمان الشقيقه. نعم. ف ان شاء الله بعد مستعدين ان شاء الله باذن الله. يلا نزيد شاره ها على الجهه. وفي عندنا ان شاء الله في مع بدايه العام الدراسي بيكون فيه نادي كشفي مسائي. نادي كشفي مسائي بيكون في جمعية الكشاف والمرشدات القطرية يومين في الأسبوع حق الطلبة اللي ما عندهم فرق كشفية في المدارس وحابين ينتسبون للكشافة، يجون فترة المسائية مثل مركز يعتبر مسائي. ممتاز. احنا تقريبا قبل تشكرهم قبل تشكرهم الأزهري عندنا دقيقة بس بيض وجهك اشكرهم وبعدين قولوا انشودتكم في الانشوده هاي قبل اشكرهم ابي اعرف الانشوده. يلا اشكرهم وخنختم بالانشوده. طبعا احنا عندنا ما نسميها انشوده، بالنسبه لنا نسميها صيحات. هذه اشياء نقولها وقت عندك دقيقة. يلا اسم الصيحه بس عشان المعلومه، اسم الصيحه نحكي كشف قطر من تاليف القائد حمد العمري. يستاهل. صيحه ابتدي. نحن كشافات قطر، نحن كشافات قطر، نحن نصبوا للقمم، نحن نصبوا للقمم، نحن كشافات قطر، نحن كشافات قطر، لا نبالي للمحن، لا نبالي بالمحن، عزمنا عزم شديد، عزمنا عزم شديد، وعدنا وعد أكيد، وعدنا وعد أكيد، في الخلاء سائرون، في الخلاء سائرون، في الخيام ساكنون، في الخيام ساكنون.
ساكنون للطبيعة عاشقون للطبيعة عاشقون بالنجوم مهتدون بالنجوم مهتدون نحن دوما لا نلين نحن دوما لا نلين ربنا رب كريم ربنا رب كريم في سماء الحق نمضي في سماء الحق نمضي نبتغي ربا معين نبتغي ربا معين كشفي نفذ هذه صفقة مالت الكشافة وصف لكم الصفقة العادية بيد الله يجيكم الله يجيكم الله يجيكم محمد الصلاحي وجعيثن مبارك الدوسري وحجاب منصور الدوسري الله يعطيكم الصحة والعافية والشكر الله يعافيك موصول لك أخوي غانم الكواري رئيس الوفد الكشفي القطري الله يعطيكم الصحة والعافية وبيض الله وجهكم على العمل الجميل اللي تسووه الله يرحم والديك شكرا لكم إن شاء الله نستضيفكم عقب ما تعودون إن شاء الله إن شاء الله طبعا مشاهدينا أكيد ما زلنا مستمرين معاكم ولكن فاصل ونعود بعد لا تروحون بعيد ابقوا معنا اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام رجعنا لكم هذا الفاصل لنكمل ما تبقى من حلقه الليله اطلقت منظمه تعلم لاجل قطر برامج المعهد الصيفي الذي يسعى الى جذب افضل العناصر من الخريجين والمهنيين لاستقطابهم للعمل في قطاع التعليم تفاصيل اوفى في سياق التقرير التالي لتطوير المنظومة التعليمية لتصبح ذات جودة عالية من خلال تمكين قيادة شابة وموهوبة وتسخيرها لخدمة الأبناء في المدارس الحكومية في دولة قطر أطلقت منظمة علم لأجل قطر برامج المعهد الصيفي الذي يسعى إلى جذب أفضل العناصر من الخريجين والمهنيين واستقطابهم لمهنة التدريس وقد شمل العدد الكلي لمنتسبي المعهد الصيفي لعام 2024 أكثر من 120 منتسباً من الدفعة الجديدة و60 منتسباً في معهد العودة المعهد الصيفي هو أول محطة من محطات رحلة مسار القادة في علم لأجل قطر وبالنسبة إلنا كفريق تدريب والدعم المعهد الصيفي من أروع وأجمل المحطات لأنه بيجونا شباب مستقطبين بعناية عندهم الشغف عندهم الطاقة الجميلة عندهم حب التعلم والتطور ونبدأ نشتغل معهم خطوة خطوة بالتدريج انضميت إلى منظمة علم لأجل قطر مسار القادة الفكرة كانت شوي كثيرة مختلفة أنك تغير مسارك من الهندسة إلى التعليم عرفنا منظمة علم لأجل قطر ودخلنا المسار خذنا 6 شهور معهد صيفي مكثف جدا يعوض النقص اللي موجود عندنا احنا غير خريجين كلية التربية مهندسين دكاترة خريجين قانون الأمور هذه أخذنا أيضا تجربة واقعية في مخيم قطر تجربة جدا جدا ممتازة أتمنى أن الله يتمنى التوفيق ونكون مفيدين لعيال البلد ونرد الجميل لدولة قطر ويعد المعهد الصيفي فرصة فريدة لصقل مواهب وقدرات المنتسبين الإبداعية والاستثنائية عن طريق التدريب من قبل مدربين مختصين في مجال القيادة والتعليم وإقامة العديد من الورش الجماعية وجلسات الإرشاد الفردية ويشار إلى أن منظمة علم لأجل قطر قد نجحت منذ التأسيس في استقطاب 317 منتسباً درسوا أكثر من 40,000 طالباً من أجيال الغد كما تستقبل المنظمة الآلاف من الطلبات سنوياً من الراغبين في التأثير وترك بصماتهم في مجال التعليم تقدم الأنشطة الاجتماعية مساهمة كبيرة في تنمية شخصية شبابنا وتطويرها لذا تجتهد الكثير من الجهات والمؤسسات بالدولة في إعداد باقات متنوعة من الفعاليات الثقافية والرياضية والمهارية لشغل أوقات فراغ الشباب بصورة إيجابية خلال فترة الصيف وأثناء الإجازات نعم يا فهد والحديث عن بعض من هذه الجهود التي يقدمها مركز أصدقاء البيئة يسعدنا أن نستضيف معنا السيد حسن كثيري مشرف البرامج والفعاليات بمركز أصدقاء البيئة لتسليط الضوء على بعض من الأنشطة
غير التقليدية المبتكرة التي يقدمونها في خطة الصيف. يا هلا ومرحبا بك يا حسن. يا هلا ومرحبا فيكم ومشكورين على هذه الاستضافة وعلى هذا الاهتمام. حق واجب حسن، يعني أنا سعيد شخصيا أني استضافتك أكثر من كذا سنة في مواضيع مختلفة. نعم. عن والكل الهدف لعيالنا والنشأ والشباب أيضا. نبي اليوم نبي نتكلم عن فعاليات برنامج أنا أستكشف الذي ينظمه مركز أصدقاء البيئة. طبعا مركز أصدقاء البيئة هالسنة في البرنامج الصيفي اللي ابتدى تقريبا في بداية يوليو وامتد تقريبا إلى اليوم، آخر يوم كان لنا اليوم إن شاء الله، والحفل الختامي راح يكون الأسبوع القادم بإذن الله تعالى للمعسكر كامل. طبعا بعنوان أنا أستكشف، طبعا البرنامج كامل يهدف إلى أو يستهدف الفئتين الشباب والبنات، طبعا من الأعمار من 10 إلى 25 سنة. طبعا البرنامج مختلف، فيها من رحلات من ورش تثقيفية تتناول بعض القضايا البيئية بطريقة احنا نقول مبتكرة، أو إن بطريقة تجذب حتى الشباب وتوصل لهم الفكرة بطريقة مبسطة وفي نفس الوقت يستمتعون فيها، بحكم أنه يمكن المجال البيئي شوي ممكن يكون ثقيل للبعض أو المعلومات فيها كثيرة، ولكن نحاول أن احنا نرقبهم بالضبط، نرقبهم بمواضيع مختلفة يعني حتى في حياتهم اليومية. زين حسن، ما شاء الله قبل في 5 نسخ. نعم. هذه السادسة، شو الفرق هذه السنة عن الخمس نسخ السابقة؟ بأمانة يمكن التنوع. نعم. التنوع وزيادة الشراكات اللي مع الجهات الثانية من المراكز الشبابية أو حتى الجهات الأخرى اللي في الدولة، يمكن هذه اللي ساهمت في مثل ما احنا نقول تنوع البرامج عندنا، وحتى أنك أنت اليوم يكون المخرج اللي عندك مختلف، يعني ما يكون مكرر في. نعم. كل جهة، حتى لو كانت المواضيع قريبة من بعض، ولكن في النهاية طريقة توصيلها للفئة المستهدفة تكون بطريقة مبتكرة وجذابة، وهي هو الأهم أن تترك فيها أثر بطريقة بسيطة. نعم. ما شاء الله. يمكن ذكرت أنت في بداية كلامك عن أنك توصل الاستفادة من خلال المتعة. نعم. لكن الآن نبغى نعرف هذه الآلية، آليتكم شلون تخلي فصل الصيف أن الكثير من الشرائح اللي تشارك معاكم تستمتع وفي نفس الوقت تعلم. يعني على سبيل المثال، يعني أحد من الورش اللي كانت نظمت للفتيات اللي هي مثلا صناعة العطور من المواد اللي هي ممكن. جميل. تكون فيها مثل ما احنا نقول فيها مواد تدويرها او مواد طبيعيه. نعم. فانت اليوم قاعد توصل لهم فيها من هذا النطاق او من هذا الموضوع، انه طريقه يهتمون فيها في البيئه وشلون يستخدمون بعض المواد في اعاده تدوير او حتى المواد الطبيعيه وطريقه استخدامها، وفي نفس الوقت يستفيدون منها بشيء في يومهم. ايضا بعد الرحلات، يعني اليوم الرحلات اللي يطلعون فيها ممكن اليوم الورشه او المكان القاعه هذه يمكن يملون. صح. منها، لكن اليوم احنا متوجه على موضوع اللي هو الرحلات، مثلا على سبيل المثال كان في احد الرحلات عندنا الى مصنع شاطئ البحر سيشور للبلاستيك لاعاده التدوير، اعاده تدوير البلاستيك. هي رحلات. جميل. استكشافيه ولا معايشه؟ استكشافيه بس هي من نروح هناك، هي الفكره تكون مرتبطه بالبيئه، فهو اليوم هو رايح مغير المكان، قاعد يشوف الشيء اللي يسمع عنه مثلا إعادة تدوير بلاستيك، زين اوكي، بس ما شاف الشيء موجود عنده حتى في بلاده موجود. صح. فيوم يروح يستغرب انه مثلا من الغراش البلاستيك مثلا صمموا له شيء يقدر يزرع فيه، أصايص صغيرة يقدر انه يصنع فيها. ايه. فيشوف انه نقدر احنا ان نعيد تدوير، نقدر مثلا نبتكر من الامور اللي حوالينا واللي موجوده اللي يمكن هو ما وصلت لها اصلا يعني، فهذه. صح. يمكن احد الاهداف، وفي نفس الوقت تعرف الشباب في هالفئه العمريه يتعود. نعم. على يحب يتحرك. صح صح، ما يحب اللي هو مثلا احنا نقول الكلاس روم او القاعه نفسها يعني. نعم. زين حسن، يعني ما شاء الله نتكلم، انت الحين تكلمت عن تحويل العطله. ايه. الى متعه وفعاليه. صحيح. واستفاده. اي واستفاده. يعني زين، ما هي وسائلكم لجذب الشباب؟ يعني على اي اساس تخططون البرامج؟ يعني انت الحين قلت احنا نعلمهم يسوون العطور، على اي اساس انتم حطيتوا هذا البرنامج من ضمن هذه الرحلة؟ دائما قبل ما يبتدي الإعداد للبرامج، طبعا أنت لازم تحدد اللي هو الفئة المستهدفة. تمام. فأنت اليوم تحدد مثلا الفئة المستهدفة سواء كانوا ذكور أو إناث. أيوة. فتشوف الشيء المناسب اللي ممكن يستهويهم، يعني في. تمام. في بعض الفعاليات أو بعض الأنشطة ممكن أنت ما تجذب الشباب أو الذكور، تجذب بس الإناث، مثلا العطور ممكن، بس الأغلب
بيروحون لإناث أكثر. صح صحيح. الشباب يبون الحركة، يبون شوي الرحلة، يبون يستكشفون، يبون يتحركون. فأنت هني تحدد الفئة المستهدفة بالنسبة لنا، إحنا كنا نحدد اللي هو الفئات المستهدفة. نعم. الأعمار، فعلى هالأساس نحط اللي هو البرنامج. فإحنا مثلا لو حطينا للإناث مثلا البرامج اللي تستهويهم في النطاق اللي هم مثلا يحبونه، مثلا سواء القاعات يتحركون، مثلا اللي هو مثلا أحد البرامج كانت اللي هو الطبخ المستدام. فهذه ما اقدر انا اطبقها للذكور مثلا، ما بتستهويهم. صح. يعني الفكره انه ما بتستهويهم، ممكن مو بكثر النساء يعني. بالضبط، مش كثر النساء. فهي تعتمد على العمر، على المخرج اللي انت تبي توصله، والهدف بطريقه نفس ما انا قلت لك، هي يمكن الاسامي مختلفه ولكن هي توصل فكره. في استبيان تسوون يعني نفس بعض الاستبيانات يعني قبل لا تختارون الانشطه يعني، او تشوفون او تقيسون راي الشارع؟ لان في بعض المرات تشوفون عن طريق التواصل الاجتماعي، تشوف الناس تبحث عن هذا الشيء، تبحث عن هذا العمل، فهل انتم تسوون يعني نفس هذا الشيء؟ صحيح. هو في كل البرامج اللي تم تقديمها فيها اللي هو استطلاع راي بعد ما تخلص الورشه وتخلص البرنامج. نعم. هذا من الطبيعي، لكن احنا في الاساس ان اليوم عشان نواكب فلازم نكون احنا مطلعين بعد على البرامج اللي موجوده سواء المحليه وحتى يعني ممكن تكون. نعم. دول المنطقه، لان نفس يعني نفس الاشياء اللي تسوينها نفس البيئه تقريبا. نفس البيئه، فاحنا نحاول ان نشوف الاشياء، مثلا في اشياء ممكن تطلع لك ترند جديده. نعم. فانت اليوم تبي تجيبها، تكرار البرامج بملل حتى المنتسب او المشارك. نعم. فانت اليوم تشوف لما تسوي شيء جديد بيجذب الشباب اللي موجودين عندك في المجتمع. فدائما احنا نحاول ان بعد نستطلع اللي هو البرامج اللي موجوده محليا، حتى المراكز اللي تطرحها الاخرى اللي نشوف ممكن يكون عليها اقبال، بس احنا ممكن نطبقها عندنا، نضيف عليها اللي هو المجال البيئي. ايوه. فعشان يكون فيها شيء من المتعه مثل ما احنا نقول، وبعد مسلك نوع من التوعيه في هذه البرامج. واكيد يعني طبعا اليوم انت من خلال السوشيال ميديا وخلال اصلا التسجيل على البرامج. نعم. بيبين عندك الاقبال على نوعيه البرامج. صح. فانت هذه تقيسها مثل ما تقول في قبل الفعاليه وايضا ما بعد الفعاليه. يمكن داهمنا الوقت استاذ حسن، لكن يعني نبغى نشوف الأنشطة والبرامج المستقبلية لهذا البرنامج. وأنتوا يمكن يلفت انتباهي عنوان النشاط، يعني أنتوا السنة عندكم اللي هو أنا أستكشف، أخبر فترة لعبتك فكرتي شيء، يعني كانت هذه المسميات تلفت الانتباه. شوفوا بأمانة، يمكن أنا عشان يمكن إحنا في السنة الآن في مركز أصدقاء. نعم. في السنة الماضية يمكن أنا قابلتك كنت في بيوت الشباب القطرية. أنا أتكلم كمجمل عام. فكان صح. يعني صح، كان برنامج يمكن نوعي ومختلف عن اللي موجود. نعم. في مركز أصدقاء البيئة اليوم إحنا بأمانة يعني نفس البرامج اللي أنا قلت لك إياها ممكن تكون هي نوعية. صح. موجودة، ولكن إن شاء الله بإذن الله تعالى في المستقبل راح تكون البرامج هذه النوعية أكثر، يعني اللي فيها. نعم. المبتكر، بس ما أنت قلت اللي هي اللي مجرد خلاص يعني أول ما ذكرتك في أو ذكرت لك أو أول ما شفتني مثلا أنت ذكرت البرامج. صحيح. هذه لأنه خلاص صار مثل ما يقولون ماركة للجهة. عزيزي. أو صار فيه لمسة، في أثر موجود إلين اليوم. احنا بإذن الله تعالى من ناحية الحملات أو حتى البرامج اللي بتكون إن شاء الله في الفترة القادمة راح يكون فيها نوع من هذه البرامج، لكن إن شاء الله نكشف عليها ما بعد الصيف بإذن الله تعالى. إن شاء الله. نعم. طبعا السيد حسن الكثيري مشرف الفعاليات والبرامج والأنشطة بمركز أصدقاء البيئة، لهنت بيض الله وجهك على حضورك، وإن شاء الله نشوفك في حلقات قادمة. إن شاء الله وجهكم بيضة ويعطيكم العافية. الله يعافيك. وما قصرتوا على هذا الاستضافة وعلى هذا الاهتمام. الله يسلمك. شكرا لك، كل التوفيق لك إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود بعدين متابعة حلقة الليلة، ابقوا معنا. حياكم الله مشاهدي قناة ريان الفضائية، رجعنا من الفاصل الأخير لنواصل ما تبقى من حلقة الليلة من برنامج ترحيب، والآن ننتقل إلى سوق واقف حيث يتواجد الزميل مشعل حسن نديب قناة الريان لتغطية فعاليات معرض سوق واقف للرطب المحلي التاسع في الساحة الشرقية. مشعل، عطنا الجديد من معرض الرطب.
اولا امسي على زملائي بالاستديو وامسي عليكم ايضا مشاهدينا الكرام. ونعم الساده المشاهدين ما زلنا في الساحه الشرقيه لتغطيه معرض سوق واقف للرطف في نسخته التاسعه. هذا المعرض اللي نال نجاح كبير وايضا شهد اقبال اكثر من رائع. ونعم بمناسبه الاقبال راح نستضيف احد الزوار ونقول يا مرحبا ومسهلا وشرفنا باسمك. الله يحييك، اسمي مبارك المري. يا حلاوتك. نبي رايك اليوم في المعرض بالنسبه لزياره هذا المعرض، ايش رايك فيه؟ والله ما شاء الله، يعني المعرض مثل ما تشوف يعني في قطر خصوصا، يعني قطر يعني توا بادية في هذا الموضوع ما شاء الله، يعني صارت حتى السنة هذه يعني صار في فايض في التمر، يعني حتى أسعاره يعني مناسبة جدا. أسعاره مناسبة جدا. طيب أفضل أنواع التمر بالنسبة لك؟ يعني معروف أفضل الأنواع الأخلاص والشيشي ايضا البرحي عندك والخنيزي الاحمر، هذا اللي لونه احمر، هذه كلها مشهوره معروفه. اليوم شيء شد انتباهك في المعرض، طبعا المعرض غني مش يعني راح تحصل فيه اشياء من مشتقات الرطب، حتى راح تحصل فيه مصنوعات من سعف النخل موجودين هنا عوائل منتجه، فش اللي شدك بالضبط؟ والله ما شاء الله يعني شد انتباهي الاكلات اللي يصنعونها من الرطب مثل الرنجينه وهذه يعني الشعذه، هذه كلها يعني طيبة وما شاء الله يعني صار فيها يعني تطور في المزارع مثل ما تشوف. يعني أنا صراحة متفاجئ جدا بكثرة المزارع عندنا في قطر ما شاء الله. الله يبارك لهم إن شاء الله. يعطيك العافية. طيب بعد احنا صراحة ودنا نعرف رايك بالنسبة لهذه النسخة، لان هاي النسخة التاسعة، فهل اول مرة تزور هالمعرض ولا زرتها من قبل؟ لا اول مرة ازوره، صراحة انا منبهر جدا منبهر ما شاء الله. الله يبارك لهم. جيت بالصدفة ولا من الاعلانات؟ لا في الاعلان سمعت عنه كثير. نعم. يعطيك العافية مبارك وما قصرت، واتمنى لك صراحة زيارة ممتعة. الله يعافيك. الله يجزاك خير. شكرا جزيلا لك. ونعم السادة المشاهدين نفس ما شفتوا هذه آراء الزوار هني بسوق واقف خصيصا في معرض التمور أو معرض الرطب. عندنا كثير من الأشياء اللي موجودة داخل هذا المعرض، أكيد أن الكاميرا احتمال ما توفي، ولكن زيارتكم لهذا المعرض مهمة وتشوفون الأشياء اللي لها علاقة بالرطب وتجربون الرطب من هني، فرصة ما تتفوت. وحاليا نتوجه بالصوت والصورة إلى زملائي في الاستديو. نعم جميل مشعل حسن، شكرا لك وأيضا شكرا موصول لضيفك الكريم. ما باقي الا ايام قليله وينتهي هذا المهرجان، مهرجان رطب في الساحه الشرقيه في جميع الانواع. اللهم صل على محمد، الخنيزي والاخلاص 25 نوع ما شاء الله ولذيذ، ويعني انصحكم انكم تروحون وتاخذون لكم هذا الرطب وجعل فيه العافيه. اي والله جعل فيه العافيه. مشاهدينا الكرام في موضوع اخر، وتحت مظله وزاره الرياضه والشباب وغرفه قطر للتجاره وجامعه قطر انطلقت أعمال المخيم الصيفي لنادي رواد الأعمال الشباب الذين وضعوا بصمة لهم في ريادة الأعمال وتطوير المشاريع. نتابع. تحت مظلة وزارة الرياضة والشباب وغرفة قطر للتجارة وجامعة قطر انطلقت أعمال المخيم الصيفي لنادي رواد الأعمال الشباب الذي يجمع كوكبة من رواد الأعمال القطريين من الشباب الذين وضعوا بصمة لهم في ريادة الأعمال وتطوير المشاريع. ويهدف المخيم الصيفي لرواد الأعمال الشباب في نسخته الثانية إلى تبادل الخبرات وتشجيع الشراكات وتطويرها والعمل على تمكين رواد الأعمال الشباب وتمهيد الطريق أمامهم للمساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني. أهمية هذا البرنامج يعني تأتي وتتمحور حول أن احنا نطور الكوادر الشبابية من شبابنا وبناتنا، بحيث أن بكرة يقدرون يقومون بهذه العملية الاقتصادية. اليوم من أهم عناصر الاقتصاد هي ريادة الأعمال واستدامة ريادة الأعمال واستدامة الأفكار واستدامة التطوير والإنوفيشن، فهذا هي الدورة جزء من محاورها بتكون في هذا الموضوع. أغلبية المدربين طبعا مدربين كلهم قطريين وفي قطر هني وعندهم مشاريعهم الخاصة ويديرونها، فالمعلومات والخبرات اللي راح تشارك من هذه رواد الأعمال إن شاء الله بتصب في مصلحة الشباب بشكل رئيسي، لأنها مو بأكاديمية كثر ما هي علمية. ويأتي هذا المخيم الصيفي في إطار التزام نادي رواد الأعمال بخلق بيئة داعمة
تسهم في تحقيق رؤى وأحلام رواد الأعمال الشباب في قطر، والعمل على إنشاء منصة تمكن رواد الأعمال الشباب من تحقيق أحلامهم وإبراز إمكانياتهم الكاملة، حيث يعد المخيم فرصة حيوية يتشارك فيها جميع الأفكار ويعمل على بناء شبكات تدعم طموحات الشباب وتساهم في نمو وتطور مشاريعهم. وبذلك نكون وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقة الليلة من برنامج ترحيب. إن الله أحيانا موعدنا معكم القابلة. فمان الله. فمان الله.